وهذا السائل أحسن الله إليك يقول: أيهما أفضل، أن أطوف حول الكعبة أم أن أحضر الدرس، أم أن أحضر وأستمع إلى الدرس في وقت بين المغرب والعشاء؟ حضورك الدرس أفضل، لأن الجلوس في حلق الذكر تعلم العلم أفضل من نوافل العبادات. فالطواف بالبيت، الطواف بالبيت هذا نافلة في غير الحج والعمرة، هذا نافلة. وجلوسك في دروس تعلم العلم النافع واستماع ما تستفيد منه أفضل من الطواف. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليك يقول: وأيضا الطواف له وقت آخر، طواف ما هو بيفوت، له وقت آخر.